لا تفوتوا أصدقاء النجدة على ديزني جونيور. لكن الآن فلنشاهد لحظة سحرية أخرى. إنه يوم مميز لأصدقاء النجدة، سيذهبون في مهمة ليلية. أنت جاهز يا جيدن؟ هيا يا بي. لكن جيدن حزين لأن أخته دوما تأخذ أشياء. مهلا، أين هي؟ جازي، هذه مخبوزاتي أنا. أوبس. اسمعوا يا أصدقاء، أحياناً نقوم بمهام إنقاذ ليلية. أجل؟ بالطبع. على نظارة الرؤية الليلية سنرى في الظلام. واو، متى سنجربها؟ الآن علي فقط فتح الحقيبة. اختفت. ولكن كيف؟ سرقها أحدهم. يا له من تصرف سيء. خذ هذا يا كائن الفضائي زورك. عرفت من الفاعل. أين نظارتي؟ أي نظارة؟ قد أخذتها أنا أعلم. تأخذين أشيائي. لم آخذ نظارتك، أتفهم؟ لو أخذتها لاستخدمتها لمواجهة الفضائي. هيا بايبر. ربما لم تكن هي. بالطبع هي الفاعلة. سوف نضبطها الليلة، وذلك عبر المراقبة الليلية. رائع، أجل، المراقبة الليلية. ما هي المراقبة الليلية؟ المراقبة الليلية هي مراقبة مكان طوال الليل في انتظار حدوث جريمة. سوف نبيت جميعاً الليلة بغرفتي ونراقب بيت الشجرة، وسوف نضع فيه شيئاً رائعاً لن تستطيع جازي مقاومته. هيا بيستن. مرحباً يا جازي، انظري، أحدث اختراعاتي الفخ المفخخ. أوه. واو، كل ما علينا ربط هذا الاختراع بجهاز إنذار يحدث رنيناً، ثم ننتظر حتى ينطلق الإنذار. إيو 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 إيو. نركض لبيت الشجرة ونمسك الفاعل، وبهذه الطريقة سوف نقضي وقتنا في المراقبة الليلية. الإنذار، استيقظوا. يوجد أحد بالبيت. تقصد أن تقول إن جازي هناك؟ هيا هيا يا أصدقاء النجدة. أخرجي يا جازي، أعرف أنك بالداخل. انتظر، أثار الإطارات لا تطابق إطارات بايبر أو إطاراتنا. يعني أنه شخص آخر. ها، ضبطتك متلبسة جازي. لم نأخذ أي شيء، سمعنا صوت بالخارج وجئنا لنتأكد أن اختراعك في أمان. أنا لا أصدقكما. تعرف يا جيدن، توجد آثار إطارات غريبة. أؤكد لك بو، جازي هي الفاعلة. جيدن، أليس هذا هو فخك المفخخ؟ ها، لقد وقعنا في الفخ. بل أوقعتكم في الفخ. وايلي رايلي وسيارتها الرائعة جيج. إن نظارتك معها. هذا صحيح، وقد ساعدتني النظارة في سرقة الفخ بسهولة. أخبرتك لم آخذ شيئاً. ولحسن حظي أخوك الأكبر لم ينصت. أنت جرحت شعوري. أعرف هذا وأنا آسف جداً. تعرف لماذا أستعير أشياءك؟ لأن أشيائي في غاية الروعة. بل لأنك في غاية الروعة. أعرف كيف نخرج من هنا. كيف فعلت هذا؟ أخذت لعبتك مرة أخرى. أجل، لكن بعد التفكير أظنها كانت تستعيرها لا أكثر. زور، أعني وايلي. نعم. ماذا في يدك؟ هذه وحدة التحكم لذلك الفخ. خذي هذه وايلي. رائعة. هيا يا منقذون. حسناً، جيدن التقطها. اليوم تعلم جيدن أن جميعنا يرتكب الأخطاء أحياناً، لكن أهم شيء هو أنه علينا قضاء وقت أكثر مع من نحبه، فلنحصل على بعض الراحة ونستعد لمهمة أخرى.
اشتركوا لفيديوهات أكثر وتابعوا ديزني جونيور لمشاهدة مسلسلاتكم المفضلة.